رغم كل الموت والألم في هذه الأماكن، تنجو كتب المدارس، تنجو حقائب الأطفال، تنجو الدراسة، ولا تهزم المصاحف. رأيت هذا المصحف الذي أظن أنه سيصير مصحفي منذ الآن، مصحف على مقربة من هنا تقع المقر الرئيسي لدار القرآن الكريم والسنة، الذي خرج آلاف حفظة القرآن، بل الآلاف ممن سردوا القرآن على جلسة واحدة. تبدو هنا آثار أحدهم كان يتعلم، أو إحداهن، قراءة التلاوات، القراءة بتلاوات، وكيف يقرأ الموضع والمواضع العديدة بعدة قراءات، كما هو نوع الوقف هنا. أحدهم كان قد درس هذا القرآن درسا عميقا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مصحف أتمنى أن يكون صاحبه على قيد الحياة، لأني أعرف جيدا ما معنى ثمن هذا المصحف، وأعرف ثمن أن يعيش الإنسان أعواما عديدة مع كتاب الله، يدرسه ويحفظه ويتعلم التلاوات والقراءات القرآنية المختلفة. يبدو أنه الدراسة وصلت إلى حد هنا ثم توقفت الملاحظات. سأقتني هذا المصحف وأحتفظ به إلى أن يصل صاحبه أو صاحبته. أتمنى أن يكون حيا وأن يستطيع إكمال الأجزاء الستة الباقية، أو الأجزاء الخمسة الباقية من هذا الكتاب الكريم.